تطلق منظمة الصحة العالمية الذكرى 70 لها اليوم بدعوة الدول على تحقيق الرعاية الصحية لكل شخص أينما كان خلال 5 سنوات. وقالت المنظمة إنه خلال العقود 7 الماضية ازدادت معدلات الحياة ب25 سنة، إلى جانب القضاء على أمراض معدية كالجدري، لكنها أشارت في نفس الوقت إلى أن أمراض السرطان والسكري والقلب كانت السبب في وفاة 70% من إجمالي الوفيات في العالم.